المشاكل التي تواجه النساء الحوامل بالمناطق الجبلية الصعبة للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة. عن النساء الحوامل بالمناطق الجبلية نسائلكم، وعن المعاناة ديالها نسائلكم. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيدة النائبة المحترمة، أنا المؤشرات اللي عندي كتدل على أنه النسبة ديال الوفيات ديال الأمهات تقلصت في المغرب. هذا يدل على أن البرامج الصحية أنه غدا في الطريق الصحيح ديالها. حقيقة تقدر تلقى بعض المناطق اللي فيها واحد المعاناة، ولكن ما ننساوش بأن كاين واحد المعدل ديال الوفيات تراجع ب 38%، وكاين برامج صحية اللي مرصودة خاصة لهاد الحوامل هادو، منها البرنامج ديال الرعاية اللي كل سنة كيتقام باش في المناطق الصعبة في 7 ديال الجهات باش ما يكونش هاد الأضرار. ناهيك على دور الأمومة اللي كتبنا في المناطق اللي هي صعبة الولوج، ناهيك كذلك على الاستثمارات اللي كدار في المراكز الصحية من المستوى الثاني اللي كنزيدوهم في دور الولادة باش كذلك هاد النساء الحوامل اللي كاين في القطاع ديال اللي في المناطق الصعبة ما يكونش عندهم هاد المعاناة. شكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيدة النائبة. جميل ما جاء على لسانكم السيد الوزير، ولكن الوضع في بعض الأقاليم شيء آخر. إقليم بني ملال مثلا، هناك قرى جبلية ونائية باكية وسط الجبال تعاني التهميش والعزلة. بوتفردة، تيزينيسلي، ناور، أغبالة وقرى أخرى وضعتهم الطبيعة في عزلة ونسيتهم وزارتكم. هاد الحوامل كيعانيو معاناة كبيرة، وخاصة أيام الشتاء والثلج. أقل من 10% فقط هما اللي كيمشيو لدار الولادة، ولكن 90% كيتنقلوا ولساعات باش يوصلوا المستشفى القرب ديال قصبة تادلة، ولكن للأسف ما كيلقاوش طبيب النساء والتوليد. هاد المستشفى ما فيش كذلك طبيب أطفال، ما فيش طبيب جراح، ما فيش كذلك تجهيزات، ما فيه لا سكانر لا ماموغرافي، ما فيه حتى لابوراتوار ديالو ما خدامش، ولا حتى ليكوغرافي ديال القلب، رغم ان هذا السبيطار فيه طبيبه ديال القلب ولكن ما كاينش ليكوغرافي ديال القرب ديال ليكوغرافي ديال القلب. للاشاره فقط، هذا المستشفى تجي ليه 260 الف نسمه. الحقيقه انه ملي كنشوفوا الميزانيه ديال الوزاره ديالكم ما كنعرفوش نقراو الرقم من كثره الاصفار، ولكن التنزيل ديالها على ارض الواقع غير عادل وفيه حيف كبير. سيد الوزير، كنتمنوا انه هذا التمييز بين الاقاليم والجهات يلقى النهايه ديالو وطالبي العلاج. شكرا. انتهى الوقت. هل من تعقيب اضافي؟ ليس هناك تعقيب اضافي. سيد الوزير. انا اللي بغيت نذكر بان جهات بني ملال الزلال كتعرف حتى هي كذلك واحد التغيير، وكاين ان برنامج ديال مستشفى جامعي غادي يتبنى كذلك اللي غادي يقدر يحل بعض المشكله ديال هذا الخصص، كذلك ان كاينه التوسعه ديال المستشفى الجهوي اليوم. وربما انا نقدر نعطيك الحق بان كاين واحد عدم توزيع عادل في ديال الموارد البشريه اللي ما كتخليش ان الحاجيات يبانوا، اما راه السكانير كاين وكاين ولكن ما كاينش اللي يخدموا. فبالتالي البرنامج الطبي الجهوي هو اللي غادي يكون كفيل باش يحرك ذاك الموارد البشريه على حسب الحاجيات ديال الجهه. شكرا لك. شكرا السيد الوزير.